مستعدي لقلب السعيد. حييكم وين ما كنتوا عم بتابعونا، واهلا وسهلا فيكم كل اثنين وخميس مثل هالوقت لحتى تتابعوا سحب جديد من يوميه يلي بيحمل رقم سحب اليوم 1332. ولكن قبل ما ننتقل لعن جلال وقبل ما ننتقل على المكنه، بدنا نقول الف مبروك للرابحين نولا قاضي رقم السحب 1329، يعني هيدا السحب من سحبين تقريبا ربح 120 مليون ليره. الف مبروك لك او لاليك، والف مبروك لعزام يوسف يلي ربح بسحب الماضي رقم السحب 1331 40 مليون ليره. الف مبروك لكم، وان شاء الله بتتهنوا فيهم يا رب، وان شاء الله تكونوا قاطعين شبكات يوميه اليوم وكمان بتربحوا بالسحب. بدي اقول بونسوار لمندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على اعماله وصحبات يومية الموجود معنا الليلة الاستاذ جلال زيدان. بونسوار. بونسوار، اهلا وسهلا فيك. رح ننتقل مباشرة إلى المكنة وبنبدا مع بعض أول لعبة معنا لليوم يومية ثلاثة. هاللعبة يلي بتتألف من ثلاث طابات، ثلاث أرقام رابحة، جوائزها بتبلش من 35,000 ليرة وبتوصل للمليون و200 ألف ليرة. بدي اقول اكيد بالتوفيق لكل الاشخاص يلي متاكسين شبكات يوميه، ان شاء الله اليوم يكون عنا ربحين. بالبدايه مع اول طابه تحمل رقم 9، الطابه الثانيه 8، والطابة الثالثة والأخيرة بيومية ثلاثة تحمل رقم 5. 985 هيدا هي السرير رابحة بيومية ثلاثة. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور المبلغ اللي دفعتوه بتضربوه ب 400 مرة، بينما إذا لعبتوا حيلا المبلغ اللي دفعتوه بتضربوه ب 70 مرة. رح ننتقل سوا إلى اللعبة الثانية يومية 4. بيومية 4 بنزيد طابة واحدة على السرير بصيروا 4 طابات رابحة، وبطبيعة الحال بنعلى بالجوائز. بهيدي اللعبة جوائزها بتبلش من 75,000 ليرة وبتوصل لل 12 مليون ليرة. ثواني قليلة ومنبدأ سوا بأول طابة يلي هي 4. الطابة الثانية 3، 4، 3، وراها 0. أما الطابة الرابعة والأخيرة بيومية 4 تحمل رقم 8، 4308. هيدي هي السرير رابحة بيومية 4. إذا كنتوا لاعبينهم بدور مشاهدينا المبلغ اللي دفعتوه بتضربوه ب 4000 مرة، بينما إذا لعبتوا حيال المبلغ اللي دفعتوه بتضربوه ب 150 مرة. شفنا أنا وياكم يومية 3 ويومية 4، رح ننتقل سوا إلى اللعبة الأخيرة معنا لليوم يومية 5. بيومية 5 بنزيد كمان طابة واحدة على السرير ليصيروا 5 طابات، وكمان بنعلى بالجوائز. بهيدي اللعبة جوائزها بتبلش من 175,000 ليرة وبتوصل لل 120 مليون ليرة. طابات عم ينخلطوا قدامكم مباشرة على الهواء. أول طابة 5، الطابة الثانية 4، خمسة 4، الطابة الثالثة 3، سبعة. أما الطابة الخامسة والأخيرة بيومية 5 فبتحمل رقم كمان 7، 54,377. هيدا هي السرير رابحة بيومية 5. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 40,000 مرة، بينما إذا لعبتوا حيالا المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 350 مرة. مشاهدينا هول هن كانوا صحبتنا الثلاثة، يومية 3، يومية 4، ويومية 5. شيكوا شبكاتكم كتير منيح، ما حدا بيعرف أي متى، إذا اليوم أو بسحب الجاي رح تنقش معه. رح ننتقل سوا إلى التابلو مع جلال لحتى يأكد لنا بالنتائج لكل الأشخاص اللي ما لحقونا بأول السحب. تفضل لك. سحب يومي رقم 1332 لنهار الخميس 18 أيار 2023، أرقام الرابحة
الصحبة يومية 3-9-8-5، الصحبة يومية 4-4-3-0-8، الصحبة يومية 5-5-4-3-7-7. شكرا لوجودك الليلة معنا جلال. بدي أقول ألف مبروك لكل الرابحين يلي توفقوا معنا اليوم، وإن شاء الله الرابحين بصحبتنا الماضية يكونوا كمان عم يتابعونا لحتى يعرفوا حالهم أنهم ربحوا. من هلا لوقتها ما تنسوا تكتروا شبكاتكم من جميع بيانات اللي بنزلوا أو عبر الابليكيشن LLDJ أو عبر الويب سايت www.lldj.com. أنا بودعكم، باي باي.